فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول جامعنا أو مسجدنا الجامع لا يتسع للمصلين في يوم الجمعة، وقد وجدنا شخصا يقوم بالتوسعة على حسابه، وعندنا سرحة للمسجد ومصلى للنساء مسقوف من الشنكو وفيه مكيفات، وقد تبرع به بعض المحسنين. يقول قد عارض بعض المصلين هذه التوسعة وإزالة المصلى، يقول ما الحل في ذلك؟ الحل راجع شؤون المساجد المسؤولة عن المساجد، وهي تتولى هذا الموضوع وتقطع النزاع بينكم وبين غيركم. نعم، راجع شؤون المساجد. نعم.